الإخوان المسلمين إذا لم يفز مرشحهم سأحترم نتيجة الانتخابات طالما كانت نزيهة. بس كده نشر لن تختلف عن المراتب لا بالنسبه للجمهورية لا احنا لسه في البداية بطبيعة الحال ولكن جاءت بعض شكاوى بسيطة لغاية دلوقتي زي تأخر في فتح بعض المقرات ايضا في الدعاية امام اللجان الانتخابية ولو ان دي عدد قليل اللي جه لدرجة ان في خيمة اتنصبت قدام احدى اللجان ولكن احنا بنتدخل مباشرة مع الجهات المسؤولة وبنوقف هذه الانتهاكات طبعا نعم.